كنت فين كل ده؟ جوعتونا يعني. يا عم مراتك اشترت سينا كلها تقريبا. انت بقى يا عريس تقعد على رأس المائدة. ما يصحش. لا والله ما يحصل. يلا. نورتوا البيت والحتة والدنيا كلها. يا بختك يا عم. ايه الاخبار يا استاذ عظيم؟ في جديد؟ لا كل الاخبار كويسه، يعني نقدر نقول تمام. طب تمام، يعني ممكن نبدا امتى ان شاء الله؟ يعني نقدر نقول في خلال اسبوعين كده. طب اعمل حسابك بقى الفتره اللي جايه اختك هتبقى المديره بتاعتك. ازاي بقى؟ مفيش، ربنا اكرمني وقدرت اقنعها انها تسيب عربيه الكبده وتوقف ورا جوزها. لا مش معقول. اصل انا امي علمتني ان انا اسمع كلام جوزي. الله الله، كنت فين من زمان؟ طب وحياه سلطانه نفسها، انا ما انا مصدقه. انا اللي مش مصدق، انا حاسس ان عامل حاجه عظيمه مش واخد بالي. طب انا هستأذن. تروح فين يا ضايه؟ مفيش، كلت كتير قوي، احنا بنعمل الاكل. ما تقلقيش، سيبها لي انا هتكلم معاها. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ انا كده شويه وداخله. طيب الشويه دول انا عايز اتكلم معاكي فيهم. عارف انا وماما في شهر العسل كنا بنقول ايه؟ اكيد لا، كانت دايما تقول ضي عملت، ضي سوت، ضي هتعمل. يا نعيم لو زعلت ضي هنسيب بعض. انت رايح الدرجه دي؟ ده احنا كتبنا كتاب وزفه وفرح وناس ومعازيم وخزع رماني في حمام بلدي قعدوا يليفوني لما قالوا جدتي. عارفة قالت لي ايه؟ قالت لك ايه؟ الجوز بيتعوض، انما الضنا لا. تخيل انت بقى الواحد يبقى قاعد على نار ومش هادي، لو ضي زعلت منه هيمشي. بس انا مش زعلان. هصدقك المرة دي، بس انا جالك في مشكلة اكبر. اللي هي ايه بقى؟ امك قالتها صراحة، ضي لازم تحب. أنا مش عايزك تحبيني على طريقة ماما، أنا عايزك تعتبريني واحد من عيلتكم، يعني تعتبريني زي سلام، عم حمدي، سكر. أنا طبعا مش حاطمة وأقولك حبيني زي جو. ضي رغم كلام سلطانة، أنا نفسي لو حسيت إن اللي حواليا ما بيحبونيش أنا اللي همشي. أنا عايز اللي جنبي يبقى بيحبني من قلبه. ماشي، وايه كمان؟ انت عايزه تسمعي وايه كمان؟ ماشي. بص يا ستي، ما تقلقيش، انا مش قلقانه، انا خايفه بس تلبخ معاه في الكلام. لا ما تخافيش، دلوقتي تشوف هيرجعوا ازاي. اذا كان قدر على امها مش هيقدر على البنت. مش قلت لكم؟ Ha ha ha.